نرحب بحضراتكم اكيد مره كمان، وخلينا ندخل في الموضوع على طول. وكنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن فروع النادي الاهلي والتوسعات يعني اللي هو دلوقتي بيعمل عليها. عندنا كمان خبر حلو، لان ان شاء الله قريب بعد افتتاح فرع التجمع اللي هيكون يعني خلال فتره قليله جدا، عندنا كمان حاجه جديده، وهي فكره هنا ان اللجنه او عقدت لجنه انشاء فرع النادي بالعالمين، اجتماع مطول كان مع لجنه المستثمرين القادمه على المشروع القائمه عليه في الوقت الراهن. واعتقد ده انجاز وخبر جميل جدا. انت كمان يبقى عندك فرع في العالمين، يعني بص هتسافر الساحل، هتروح هنا هتروح هنا، الفرع بتاعك في النادي الاهلي موجود. اعتقد دي حاجه كويسه جدا. وكمان تناقشوا في الحقوق المترتبه للنادي تمهيدا للعرض على يعني مجلس الاداره، اداره النادي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي هيكون مقبل. واعتقد في النهايه دي حاجه محترمه جدا، بتعبر عن كمان يعني طموحات النادي ومشروعاته المستقبليه. وعايز اقول لحضراتكم الاجتماع شهد كمان قيام المستثمرين بشرح للمشروع من خلال المكات اللي كان معروض والخاص بيه، ودراسة جدوى طبعا كانت معمولة في ضوء الإمكانيات المطروحة، والرابط أو الربط مع المنظومة كمان السكنية المجاورة ليه عشان يحقق مصلحة الطرفين. وكمان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع لاحق خلال هتكون الأيام اللي جاية عشان يتفقوا على بقية بقى البنود اللي احتاجت لتوضيح لاستبيان الموقف بشكل يعني كامل. وتاني هقول أو خلينا كده نركز نقول يعني هو ده النادي الأهلي بجد. أنت بتتكلم عن كيان كبير جدا بقاله سنين طويلة جدا، سيبك من قصة البطولات ودولاب البطولات والدروع اللي بناخدها والكاس وغيره، واللي احنا دلوقتي بنبني بالمناسبة اكستنشن عشان يكفي. انا مش بهزر، احنا بنبني اكستنشن عشان يكفي البطولات اللي بناخدها. فبغض النظر عن كل ده، انت على المنظومة الاخرى الادارية وفكرة هنا تطوير المنشآت والفروع اللي بتعملها والخدمات اللي بتقدم ليه كمان الاعضاء، حاجة انا اعتقد لو حضرتك قارنتها باي نادي تاني مش هتلاقي مثيل ليها. ده بجد يعني يمكن انا مشتركه في نوادي اخرى اكيد غير النادي الاهلي، مفيش ده بدايه من فكره التوسعات والاهتمام بالرياضات المختلفه والانشاءات اللي بتبقى جوه النادي والصيانات اللي بتتعمل كل فتره. اكيد حضراتكم شايفين ولامسين ده تحديدا في كل الفروع، كمان فرع نادي بالجزيره يعني احنا انت اكتر واحد بتروح تقريبا النادي، كان بتشوف كل فتره في تطوير على الارض. ف لا يكفي، شوفي لا شيء بجد محترم. شوفي الخبر اللي انت بتقوليه، انت بتتكلمي على استكمال الاستعدادات النهائيه لافتتاح فرع، وفي اخر الخبر اللي انت بتقوليه بتكلمين عن بدايه الكلام على افتتاح فرع تاني. يعني فعلا هو ده النادي الاهلي باختصار عشان ما نقعدش نتكلم مع حضراتكم كتير. ده النادي الاهلي اللي دايما بيهتم بكل اعضائه، اللي بيهتم ان هو يوصل للابطال المستقبليين الموجودين في كل محافظات مصر. هو ده النادي الاهلي.